زي ما عملنا المره اللي فاتت اهوت، عندنا اوت لاين عشان نعرف في المحتوى الكورس ده خلال الترم ده ان شاء الله. زي ما قلت لك كورس اسمه ايه؟ ويف بروباجيشنز اند انتنا 1. المفروض الكورس ده كان اسمه الكترومغناطيك ويف بروباجيشن 2 تكمله بتاع الترم السنه اللي فاتت، بس للاسف اللائحه عندنا مكتوبه فيها لخبطه شويه. تمام؟ فاحنا في الكورس ده بندي فيه تكمله السنه اللي فاتت. والترم الجاي ان شاء الله هتبدا بقى في الانتنه، وسنه رابعه تكمل الانتنه. طيب هنشتغل ان شاء الله، هي اساسا عندي الليكتشر نوت بتاعتي اللي انا بقى اللي انا كاتبها، وفي عندنا المرجع اللي اسمه اول واحد ده اللي هو التكست بوك اللي هو المايكروويف انجينيرنج بتاع بوزار، وفي عندنا اتنين تاني ريفرنس تاني احنا يعني بستخدمهم برضو، واحد اسمه مايكروويف انجينيرنج بتاع ريزي، و اليمنتس اوف الكترومغنتيك بتاع صديق. خلاص، فدي الحاجات اللي احنا ايه لو حبينا نستعين بيها، بس مينلي هتهتم بالحاجات المحطوطه اللي هنزلها لك. خلاص، اللي كانت الشمال بتاعتي. طيب برضو عندك في السكاشن عندكم المهندسه روحيه والمهندسه مريهان، والعملي تقريبا في المهندس عمرو والمهندسه مروه تقريبا، هم اللي هيشتغلوا معاكم العملي بتاع الكورس ده. طيب المحتوى بتاع الكورس هنبدا الاسبوع الاول والثاني والثالث والرابع هنتكلم على حاجه اسمها ترانسميشن لاين ثيوري اند سميث شارت. الكلام ده يعني اول اربع محاضرات دول كده المفروض كنت حاططهم السنه اللي فاتت، فانا ان شاء الله هديه لكم الايه السنه دي كده في الاول. اذا هنتكلم في الاول على ترانسميشن لاين ثيوري وسميث شارت. خلاص؟ طيب بعد كده هنتكلم على الاسبوع الخامس على حاجه اسمها ترانسميشن لاين اند ويف جايد. وهنبدا بالبارل بليت ويف جايد، وبعد كده نتكلم على الريكتانجولار ويف جايد، وبعدين السيركولار ويف جايد، وفي الاخر هنتكلم على حاجه اسمها مايكروويف ريزونيتور ريكتانجولار كافيتي وسيركولار كافيتي. فان شاء الله ده يبقى محتوى الكورس بتاعنا. تمام؟ نفس الكلام برضو زي الكورس بتاع الديجيتال، عندنا اعمال السنه بتاعتنا 30 والعمل وشبهه 30 والفاينل 90، الماده كلها 150. يعني انتوا معايا، انا معايا ليكوا درجات حوالي 300 درجه، فالناس تهتم بقى كده عشان ايه؟ 300 درجه كتير. طيب اي استفسار هنا يا شباب الجزئيه دي؟ طب يا دكتور بعد اذنك، بالنسبه للعملي ينفع ننزله في الكليه؟ لان احنا من السنه اللي فاتت ما بننزلش اصلا عملي في الكليه، فدوت مش مساعدنا اصلا نبقى كويسين في المحتوى بتاع المواد اللي بندرسها. ما انا معاك والله، بس هو للاسف اللي عندنا لو اللي نزل الكليه هيلاقي ان لسه معاملنا بتاع قسم الاتصالات كلها بتتجهز. يعني ايه؟ يعني احنا جددنا المعامل كلها انشاءات وبياض وفاهم، ففي تجهيزات دلوقتي المعامل اللي الناس شغالين فيها دلوقتي، فاصلا مش فاهم بقدر الامكان. طبعا احنا شغالين في الجزء الدور الاول، فالمعامل لسه مش جاهزه. طب بالنسبه هنحاول ان شاء الله ربنا يسهل في سيميوليشن الترم بس؟ ده ان شاء الله. هيبقى سيميوليشن على البرامج ولا هيبقى شرح بس؟ والله هرتب الكلام ده مع المعيدين. هرتب، انا اول مره ادرس الكورس ده، ما اعرفش المعمل بتاعكم فيه ايه اللي كان بيدرسه كده الدكتور عمرو حسين، فانا ما اعرفش المعمل لسه ايه اللي موجود في المعمل، فانا لسه هرتب مع المعيدين اشوف التجارب اللي موجوده ايه، ايه اللي بايظ، ايه اللي سليم، ايه المتاح يعني، او هنستخدم نشتغل سيموليشن ولا كده، لسه هرتب مع المعيدين ان شاء الله. ان شاء الله. تمام يا دكتور. تمام، اي استفسار ثاني؟ لا شكرا. ماشي. طيب خلاص كده خلصنا الاوتلاين بتاعنا، نخش بقى على اول محاضره ان شاء الله. اول محاضره بتتكلم طبعا، هنا انا مش عامل برزنتيشن. طبعا هو المفروض الكورس ده الويب دايما الواحد بيحب يكتب فيها، فحته البرزنتيشن دي واكتب معادلات كده قدامكم كده مش حلوه، فانا هفضل ان انا ايه اشرح بايديا الحاجه اللي محتاجه شرح يعني، فهنا مفيش برزنتيشن. طيب فانا عندي النوتس دي كده اللي هتذاكروا منها ان شاء الله، اللي هنشرح منها واشرح من خلالها. اول حاجه النهارده ان شاء الله هنتكلم عن حاجه اسمها الهاي فريكوانسي ترانسميشن لاين. خلينا نكتب كده
شايفين الشاشة كده يا شباب؟ ايوه تمام. طيب في عندنا حاجه اسمها هاي فريكوانسي ترانسميشن لاين. يعني ايه هاي فريكوانسي ترانسميشن لاين؟ معناها ان انا عندي سورس اهو، سورس والامبيدنس اسمها زد اس، زد امبيدنس بتاع السورس، وده الفولت بتاع السورس. اوصل انا السورس دوت بترانسميشن لاين خط نقل خلاص اهو، واوصله بعد كده على لود. هنا في لود في الاخر زد ال. اللاين دوت طوله مثلا ال، السورس ده بيطلع طبعا هو تردد، يعني جهد متردد له تردد اف اسمه اف، تمام كده معايا يا شباب؟ الناس معايا؟ مع حضرتك. طيب اول حاجه كلمه هاي فريكوانسي ان انا ببعت هنا اشاره بهاي فريكوانسي خلاص. هاي فريكوانسي بقى ايه؟ اذا كانت مثلا في المايكرويف رينج، مثلا المايكرويف رينج اللي احنا شغالين فيه من 300 هرتز 300 ميجا الى 300 جيجا هرتز. ده المايكرويف رينج، المايكرويف رينج وده يعتبر هاي فريكوانسي. طيب اللاين ده بقى طوله حسب ما انت تشوف بقى. طيب انا عاوز اشوف الجهد كده على اللاين ده، يعني الجهد في الاول في بدايه اللاين، الجهد في بدايه اللاين عايز اسميه في وليكن اسميه طبعا ديت لو افترضنا ان دي مسافه زد، اللاين ده ممتد على محور زد، فدي بدايه اللاين ده عند زد بتساوي صفر، وهنا عند زد بتساوي ال. تمام كده معايا يا شباب؟ مع حضرتك. طيب الجهد في البدايه هنا اسمه في اوف زيرو، يعني الجهد عند مسافه زيرو. الجهد في النهايه ده اسمه في اوف ال، جهد عند ايه؟ عند طول ال. هل الجهد يختلف من مكان لمكان على اللاين ولا هو نفس الجهد؟ يعني لو انا في بدايه اللاين او في نص اللاين او في نهايه اللاين، هل الجهد ده ثابت ولا بيتغير؟ ثابت، لان ده يعتبر كانه سلك، ده يعتبر كانه سلكه صح، شورت سيركت، فالمفروض الجهد عليه يكون ايه؟ ثابت. ده اللي احنا عارفينه في حاجه اسمها السيركت اناليسز. سيركت اناليسز بفترض ان الجهد على اللاين ده ثابت، هو نفس الجهد. هل الكلام ده بقى يصلح في الهاي فريكوانسي ولا ما يصلحش؟ ده كلام عندنا في الفريكوانسي اللي هو العادي او اللو فريكوانسي او الدي سي وكده، فالجهد ثابت على اللاين. انما في الهاي فريكوانسي لا، الكلام ده مش صح، لان زي ما انتم عارفين الجهد او التيار الاثنين دول فانكشن اهو، فانكشن في تايم لانه بتغير مع تايم، وفي المسافه كمان خلاص. دي كلمه فانكشن، يعني فانكشن الجهد والتيار ده فانكشن في تايم وزمن، تايم زي الويف كده بالظبط، الويف فانكشن في تايم ومسافه خلاص وسبيس، يعني الويف بتنتقل في السبيس، فعشان كده هي فانكشن في تايم وسبيس. السبيس بتمثل بالزد، كان عندنا خدنا قبل كده حاجه اسمها الاي والاتش اللي هو الكتريك فيلد وماجنتيك فيلد، فاكرين ده كان فانكشن في ايه؟ كان فانكشن في ايه الاثنين دول؟ نكتبها واحده واحده كده. كان فانكشن في ايه يا شباب؟ الاي والاتش. لا
الاكس والواي تي. اول حاجه تي لانه بتغير مع الزمن، الفيلد ده بتغير مع الزمن، وبعدين السبيس اللي هي اكس واي وزد حسب بقى الويف بتنتشر في ايه بقى، ممكن تنتشر في اتجاه زد او تنتشر في اتجاه واي او اكس او حاجه يعني ايه حاجه ما بين اكس وواي او ما بين اكس وزد او في الفراغ يعني. فهي ان جنرال في السبيس فانكشن، في الويف دايما فانكشن في التايم والسبيس تمام. وزي ما انتم عارفين الفرق ما بين الاي والاتش والفي والاي ان الاي والاتش دول كده دي متجهات يعني، وده متجه واتش دي متجه. فالاي لها ثلاث مركبات، في حاجه الاي دي عباره عن ثلاث مركبات، حاجه اسمها اي اكس واي 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 زد. الاكس دي في اتجاه طبعا فانكشن زي ما احنا خدنا كده تي اكس واي وزد، يعني ممكن اقول كده تي واكس واي وزد. نفس الكلام الاي واي والاي زد. في الاي كمتجه عموما يعني الاي كمتجه هو عباره عن اهو الاي كمتجه بيساوي الثلاث مركبات دول اي اكس اتجاه اكس زائد اي واي اتجاه واي زائد اي زد اتجاه زد. تمام كده يا شباب معايا؟ الناس معايا؟ معاك يا دكتور. يعني عاوز اقول ان الويف هي عباره عن الكترونيك ويفز عباره عن اي و اتش، والاي ديت متجه اللي هو ثلاث مركبات اي اكس واي 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 زد، ونفس الكلام اتش لها ثلاث مركبات اتش اكس اتش واي اتش زد، وكل المركبات دي كلها فانكشن في اربع حاجات تايم واكس واي وزد، او تايم وسبيس حاجتين تايم وسبيس، والسبيس دي تمثل في السيريز دايمنشن باكس واي وزد. واضح كده؟ فدي كلام بتاع الويف اهو، ده بتاع الويف. نيجي بقى هنا للجهود عندنا في السيركت دي. في السيركت اناليسز كنا بس الفيو والاي فانكشن في تايم بس، ما كانش في زد. انما الزد هتظهر امتى بقى؟ لو انا اشتغلت عند هاي فريكوانسي، لو انا اشتغلت عند هاي فريكوانسي هتلاقي ان الجهد هنا يختلف طبقا للمسافه. طبقا لايه؟ للمسافه دي. لو اللاين ده طوله زاد قوي او بقى لونج لاين هتلاقي ان الجهد عليه يختلف. تمام معايا كده؟ يا شباب معاك يا دكتور. كويس. لو انا افترضت كده ان التغير مع التايم ده وقت حاجه اسمها تايم هارمونكس، يعني عباره عن ساين ويف مع التايم ده، الاشاره بتتغير مع التايم بساين ويف، ومع الزد كمان هي بريودك خلاص. فلو انا جيت ارسم الفولت مع الزد، الفولت مع الزد، الفولت مع الزد، هتلاقي ان الفولت دوت بيتغير بصوره كده عامل ايه في بيريود، يعني ساين ويف دوت، ودي تمثل البيريود، والطول ده بيسموه اللاندا، اللاندا الويف لينس. تمام معايا يا شباب؟ مع حضرتك. اللاندا دي كده تمثل البريودك لينس بتاعنا اللي الجهد بيتغير عليه. تمام تمام. طيب تخيل كده بقى، عاوزك تتخيل معايا لو انا قلت لك ان اللاين بتاعنا ده، اللاين ده اهو ال بالنسبه لللاندا صغير قوي، مثلا وليكن 1 من 1000 لاندا، مثلا 1 من 1000 لاندا، او ال ال دوت لا ده ال ال ده بيتساوي لاندا. عندنا حالتين اهو، ده اول كيس
وده تاني كيس. عندنا كم حالة؟ حالتين مظبوط كده؟ ايوه مظبوط. كويس. لو انا خدت اول حاله دي ان الطول اللاين ده صغير قوي بالنسبه للاندا، يعني واحد من 1000 لاندا، يعني لو افترضنا بس طول اللاين ده هتلاقي حته كده عامله كده اهو، دي حته صغيره قوي كده. فدايما اللاين ده الجهد عليه ثابت ولا مش ثابت؟ ثابت تقريبا، ثابت قمت بالقمه دي صح كده؟ تمام. عشان كده لما كنت بشتغل في الثيركت ثيوري كان الحاله بتاعتنا دي، لان فارض ان ال الطول بتاع اللاين ده صغير جدا بالنسبه للويف لينس اللي انت شغال عليه. اذا في علاقه ما بين الويف لينس اللي انت بتشتغل بيه وما بين طول اللاين اللي انت شغال عليه. فانا لو احنا مثلا يعني عشان نحس بالكلام ده، لو افترضت ان انا شغال بفريكوانسي بتساوي وليكن 30 ميجا هرتز، عاوز احسب من ده اللاندا، اللاندا بتساوي كام؟ اللاندا بتساوي كام؟ سي على ايه؟ سي على اف. طيب والسي بكام؟ 3 في 10 اس 8. طب والاف؟ 30، بلاش 30 ميجا دي عشان كتيره كده، خليها 30 جيجا او خليها 30 ميجا ماشي، في 10 اس 6. لما اقسم ده على ده يديك كام؟ يبقى 300 ماشي. على 30 فيها كام؟ فيها كام؟ على 10. وحدة اللمدة ايه؟ المتر. وحدة اللمدة ايه؟ وحدة اللمدة ايه يا جماعة؟ المتر. تمام كده؟ معايا؟ تمام يا دكتور. يعني انا مثلا لو افترضنا ان انا شغال عند فريكوانسي 30 ميجا هرتز، حسبت اللمدة طلعت على 10 متر، يعني اللمدة دي ب 10 متر. تمام. لو انا افترضت بقى ان طول اللاين دوت واحد من 1000 في 10 بكام؟ يعني هيبقى طول اللاين ده كام؟ اضرب كده 1 من 1000 في 10، 1 من 100. 1 من 100 يعني 1 سنتيمتر صح؟ 1 سنتيمتر. تمام مظبوط. اذا لو انا عندي لاين طوله 1 سنتيمتر هتلاقي دايما الجهود عليه ثابته ولا مش ثابته؟ ممكن اتعامل في الحاله دي كده مع السيركت دي كانها بحاجه اسمها السيركت ثيوري. السيركت ثيوري اللي هي قوانين كيرشوف للجهد وقوانين كيرشوف للتيار، لان الجهد دايما على اللاين ده ثابت، ودايما على اللاين ده ايه؟ ثابت. تمام معايا يا شباب؟ تمام يا دكتور. طيب تخيل بقى كده لو انا جيت عند نفس الفريكوانسي ده، عند نفس الفريكوانسي فرضه ده، وقلت لك عاوز احسب لي بقى لو انا جيت اشتغلت عند طول لاين بطوله لندا، لندا دي معناها كام؟ يعني 10 متر، عملت لاين طول 10 متر. هل اللاين دوت الجهد عليه ثابت ولا مش ثابت؟ ثابت. لا مش ثابت اهو، ما هو اللاين قدامك اهو، يعني في البدايه خالص عند زد بصفر الجهد بصفر، وعند زد ب 5 متر الجهد بصفر، وعند زد ب 10 متر الجهد بصفر، وفي النص هنا الجهد ماكسيمم وهنا الجهد ايه؟ مينيمم. اذا لو انا افترضت ان طول لاين عندي 10 متر، لا ده الجهد عليه مش ثابت، قدامك اهو زي ما انت شايف الرسمه دي. تمام؟ يعني هو في الاساس كده كده الجهد بيبقى متغير بس على حسب المسافه، يعني لو المسافه بتبقى صغيره فبقول الجهد ثابت، بهمل التغير اللي بيحصل لانه بيبقى صغير. اللاين صغير قوي فاكيد الجهد عليه ما لحقش يتغير، الجهد عليه ما لحقش يتغير، زي ما انا شايف الخطين الخضر دول، ان اللاين طوله صغير قوي فالجهد عليه ما لحقش يتغير على الطول الصغير ده. تمام. اذا دلوقتي عندنا تو اناليسيز،
يعني السيستم ده ممكن اقول اول سيستم ان انا اشتغل بالسيركت ثيوري بقانون كيرشوف للبعد وكيرشوف للتيار لو افترضت ان اللاين ده طوله صغير جدا بالنسبه للويف لينث. طب لو افترضت ان اللاين ده طوله كبير بالنسبه للويف لينث لا ما ينفعش السيركت ثيوري، فبشتغل بحاجه اسمها بقى الديستريبيوتد سيستم. ديستريبيوتد سيستم زي ما نشوف دلوقتي، وابدا احلل اللاين بتاعنا بالطريقه بتاعه الديستريبيوتد سيستم ده. واضح كده؟ تمام. اذا انت اشتغل بالسيركت ثيوري لو طول لاين صغير ولا كبير؟ صغير. اذا لو طول لاين صغير جدا بالنسبه للويف لينث، يعني كومبارابل بالويف لينث مش ابسولوت كده، يعني ما تقولش مثلا لان يعني ممكن عندك لاين زي ما احنا شايفين دلوقتي لاين طول 1 سنتي اهو، وانا افترضت ان هو ايه سيركت ثيوري، بس عندي فريكوانسي تاني ممكن لا ده يعتبر كانه ديستريبيوت سيستم. يعني لازم اقول طول لاين بالنسبه للويف لينث، لو طول لاين بالنسبه للويف لينث صغير جدا يبقى ده سيركت ثيوري، لو طول اللاين بالنسبه للويف لينث كبير يبقى ده ايه ديستريبيوت سيستم. واضح كده معايا؟ طب لو سمحت يا دكتور لحد نسبه كام يعني؟ هقول لك اهو، هديك مثلا مثال دلوقتي. يعني مثلا خلينا ايه هنا مثلا مثال تاني اهو، مثال تاني افترضت مثلا عندي فريكوانسي بتساوي وليكن انت شغال عند 30 جيجا لقفل المايك فين وفتح مايك فين، حد فتح مايك في دوشه. تمام، لو انا اشتغلت عند فريكوانسي، لو انا عندي بقى ببعت فريكوانسي 30 جيجا، لما جيت احسب 30 جيجا دوت وجبت له الويف لينس بكام الويف لينس؟ هقسم 3 في 10 اس 8 على 30 جيجا، يعني 30 في 10 اس 9 يطلع كام يا شباب؟ يطلع كام اللمضة؟ 1 من 100 واحد من 100 متر، يعني بتساوي كام؟ 1 سنتي؟ 1 سنتي صح كده؟ كويس. تخيل بقى كده لو انا قلت لك انا في الجنة قبل كده خدنا لاين طول 1 سنتي وطلع كاننا هو يعني صغير جدا وهيتعامل معاه سيركت ثيوري صح؟ صح. طب لو انا اللاين ده اللي طوله 1 سنتي مشيت فيه فريكوانسي 30 جيجا هرتز، اللاندا بتاعتنا بكام؟ حسبناها بتقعد بكام؟ 1 سنتي. تمام معايا؟ تمام. يعني انا جبت اهوت اداه الزد، جبت لاين طوله اهو، طوله اهو لاين طول 1 سنتي طول 1 سنتي ده طول اللاين، لما جيت اشوف الويف لينث بتاعتنا طلعت 1 سنتي معناها ان الويف لينث هتتكرر خلال ال 1 سنتي ده هتبقى عامله كده، يعني ده قيمه الجهد. هل الجهد بقى ثابت داخل 1 سنتي ده ولا بتغير؟ بتغير. هل ينفع ان انا اتعامل مع اللاين ده بالسيركت ثيوري؟ لا لا، اذا مش شرط ان انا ما بتعاملش مع الابسوليوت فاليو بتاع طول اللاين، لا بتعامل مع الكتريكال لينس، يعني طوله بالنسبه للويف لينس مع النسبه دي مع الرقم ده اللي هو ده وهنا هنا واحد
هو الرقم ده اللي بيحكم عليا. يعني ايه اللي على لندا بيحكم عليا؟ لو ايه اللي على لندا دي صغيره قوي يبقى اللاين دوت اتعامل معاه شركه سويري. لو ايه اللي على لندا كومبارابل يعني في وزن الواحد او اكتر من الواحد او اقل من واحد بحاجات بسيطه يعتبر كانه ايه ديستريبيوتد سيستم. هو ده اللي بيحكم عليا. اذا اللاين عندنا اهو بحلله بحاجتين، يا اما بالسيركت سيري يا اما كديستريبيوتد سيستم. هنا لو اللاند لو ال على لاندا اقل بكتير جدا من واحد، هنا لو ال على لاندا كومبارابل اقول كده اقول لك كومبارابل مع الواحد يعني قريبه من الواحد، واحد اكبر من واحد بحاجات بسيطه اقل من واحد بحاجات بسيطه، دي كانه السيستم بتاعنا اللاين بتاعنا اصبح ديستريبيوتد سيستم. واضح كده يا جماعه؟ معانا مش معايا؟ تمام يا دكتور. طيب مع حضرتك كويس. اذا بقى عشان اشتغل مع الديستريبيوتد سيستم دي الا لاندا الا لاندا تمام؟ الديستريبيوتد سيستم معناها ايه؟ معناها ان ال الفريكوانسي بتاعنا كبير ولا مش كبير؟ كبير عشان لندا هتصغر، فعشان كده فاللاين عندها هيصغر فهيبقى لندا عليه بتتوزع. فعشان كده انا سميت ان الشغل بتاعنا كله هو حاجه اسمها هاي فريكوانسي ترانسميشن لاين، لان مش بتعامل مع اي ترانسميشن لاين، لا بتعامل مع هاي فريكوانسي يعني لندا صغيره يعني الجهد على اللاين ده بيتغير. فهمت؟ واضح كده؟ تمام. اي استفسار؟ يا شباب؟ طيب لا تمام اتفضل. طيب تمام. طيب انواع بقى ايه انواع الترانسميشن لاين؟ انواع الترانسميشن لاين ايه؟ الاكزامبل بتاعتنا في الاشكال دي ايه انواع الترانسميشن لاين؟ ده الفايبر اوبتكس والكواكس والحاجات دي حاجه بسيطه خالص، هو التويستد بير مثلا او التو لاين. يعني انت عندك ممكن في ترانسميشن لاين عباره عن تويستد بير او اثنين لاين سلكين كده ماشيين جنب بعض اهم، ترانسميشن لاين عادي خالص. خلاص ده سلك بحط يعني ده الموجب مثلا والسالب طرفين بتوع السلك، يا اما يكون عندي سلك نوع كوأكسل كيبل، كوأكسل كيبل كده ان في سلك داخلي وفي شيلد خارجي زي بتاع الدش ده برضو ترانسميشن لاين، وفي سلك تاني وفي حاجه تانيه ممكن مثلا اللي هو اللي احط كده زي بليت كده زي بليت وفوقه سلك خلاص، او انقل ترانسميشن لاين عباره عن حاجه اسمها مايكرو ستريب لاين او ستريب لاين او حاجه اسمها ويف جايد. ويف جايد معناها ايه؟ معناها ان انا عندي عباره عن حديده زي ماسوره كده مفرغه، ماسوره اهي ممكن تكون شكلها ريكتانجولر، وببعت جوه هنا في ويف اسمها ويف جايد. ويف جايد هنتكلم عنها ان شاء الله في الترم ده، او يكون شكلها سيركولر، حاجه شكلها سيركولر كده زي ماسوره برده مجوفه كده وبتنقل اللاين وبتنقل الويف، او زي ما قلت لك كده حاجه اسمها ستريب لاين. في عندك حاجه اسمها داي الكتريك وفوقها كده حته معدن وويب، وهنا في عازل الويب بتمشي داخل العازل ده عشان نشوفها افضل هنا في الاشكال دي. فدي اول نوع اهو، خلينا نكتب هنا فدي اول نوع ده اسمه ايه؟ ده اسمه التو واير لاين اهو، ده تو واير لاين او بيسموه تويستد بير. خلاص الثاني ده اسمه عندي جراوند بلين وفوقه هنا كوندكتور. دايما ما بين التو كوندكتور دول الكوندكتور اللي فوق ده والتحت ده دايما في عازل، العازل ده دايما له حاجه اسمها ميو وابسلون وسيجما، لو في بعض الكوندكتيفيتي اسمها سيجما. كولر
عايز اجيب الكالر فين؟ عاوز اصهر ال يو اهي خلينا هنا احسن اللي هي تقول كلر احمر. دايما ما بين ده كوندكتور الاولاني ده كوندكتور الاولاني ده كوندكتور الثاني لازم يكون في بينهم عازل دايلكتريك. اي دايلكتريك له حاجه اسمها ميو ابسلون وسيجما. طبعا يهمني في الدايلكتريك يكون السيجما دي بصفر يكون السيجما دي بصفر خلاص ويكون الموصل ده له ماكسيمم يعني جود كوندكتيفيتي السيجما بتاعته عاليه الكوندكتور ده جود كوندكتيفيتي. اذا اي ترانسميشن لاين عباره عن يا اما موصلين كده وبينهم عازل يا اما موصل عباره عن رود وتحته بلين يا اما كوأكسل كيبل في النص هنا كوندكتور وبره كوندكتور وهو عازل يا اما تو بارل بليت كده يا اما حاجه اسمها مايكرو ستريب لاين تحت هنا في جراوند بلين وفوق هنا ميتال وبينهم هنا عازل دايركتريك يا اما ستريب لاين عباره عن جراوند بلين وجراوند بلين فوق وجوه هنا ايه ستريب لاين جوه كده جوه العازل ده. فدي كلها فكره دايما فكره ايه الترانسميشن لاين. طبعا الترانسميشن لاين ده بقى ممتد بقى يعني ممتد كده يعني في الاتجاه الزد ده ممتد اهو الويب بتنتشر في الاتجاه ده الويب بتنتشر في الاتجاه ده خلاص نفس الكلام هنا الويب هنا بتنتشر في الاتجاه ده الويب هنا بتنتشر في الاتجاه ده خلاص لو انت مثلا بعت الويب هنا كده واضح يا شباب ولا مش واضح معايا؟ معاك يا دكتور. اذا دايما الترانسميشن لاين هي عباره عن ممكن ابعت الاشاره بتاعتي في صوره تيار وجهد اي وفي داخل في الاسلاك بتاعتنا في صوره كارنت يعني يا اما ابعتها في صوره ويف جوه دايلكتريك. اذا عشان انقل انرجي محتاج حاجه تنقل الانرجي. الانرجي يا اما انقلها بصوره اي وفي جوه اسلاك يا اما انقلها بصوره اي و اتش كويف داخل الدايلكتريك. خلاص؟ عشان احلل اجيب الاي والفي واتعامل معاهم يعني مع الاسلاك والكده محتاج حاجه اسمها السيركت ثيوري. طيب عشان اتعامل مع الويف بقى اللي ماشيه جوه الدايلكتريك محتاج حاجه اسمها ماكسويل ايكويشنز. خلاص؟ هي دي اللي بتجيب الفيزيكال ايكويشنز بتاعتنا وابدا اتعامل معاها. طيب كمان انتوا خدتوا قبل كده في سنه ثانية الترم الثاني البلين وخدتوا بلين ويف بروباجيتنج ان ذا اير او الفري سبيس وكنت سميتها انجايدد ويف انجايدد يعني الويف ماشيه من غير جايدنج ماشيه في الفري سبيس في الفراغ. انما لو انا مشيتها بقى الويف داخل ترانسميشن لاين او داخل ويف جايد بيسموها جايدد ويف. جايدد يعني ايه؟ حاجه بترشدها كده في طريقها تمام. الانجايدد ويف لها تحليل معين لها اشكال معينه والجايدد ويف لها اشكال ثانيه خالص لها مودز ثانيه خالص. فاللي انتوا خدتوه قبل كده هو الاولاني ده اللي هو البلين ويف الانجايدد. السنه دي ان شاء الله هنتكلم بقى على على الجايدد ويفز اللي ماشيه جوه ويف جايد او جوه ترانسميشن لاين. ماشي كده يا شباب؟ واضح كده؟ معايا؟ الناس معايا؟ طيب عندنا بعض التعريفات. اول حاجه اسمها يونيفورم ترانسميشن لاين. يعني ترانسميشن لاين دوت يونيفورم مع الزد يعني ما بتغيرش مع الزد. يعني مثلا لو جيت مثلا الترانسميشن لاين فوق ده اللي هو التو واير لاين ده وده ده اتجاه زد هل شكل اللاين يختلف من مكان لمكان مع الزد؟ كشكله يعني يختلف
لا متقدم موازيات يعني هو ما بيختلفش يعني شكل اللاين مع الزد ثابت هو نفس الشكل سلكين ماشيين مع الزد. لو انا مثلا خدت المثال ده اللي هو حته الويف جايد دي الويف جايد لو انا خدت هنا في البدايه خالص شكل الجايد عباره عن ريكتانجولر طب بعد مسافه معينه مش هي برده ما زالت ريكتانجولر صح؟ اه تمام شكلها ما اختلفش لو انا بس خدت السيركولر دي في البدايه شكلها سيركولر بعد مسافه معينه شكلها برده سيركولر ولا بقى شكلها ريكتانجولر؟ ما هي لسه نفس الشكل خلاص اذا ده بيسموها يونيفورم. يونيفورم معناها ان شكل الترانسميشن لاين ثابت مع الزد شكله ثابت مع الزد عشان كده بيسموها يونيفورم ترانسميشن لاين. فكلمه يونيفورم اول مصطلح عندنا اهو يونيفورم معناها ايه؟ معناها كونداكتور والدايلكتريك مينتين ذا سيم كروس سكشنال جيومتري شكل الكروس سكشن بتاعه زي ما هو along the transmission line in the direction of wave propagation. لو الويف بروباجيشن بتنتشر في زد يبقى شكل اللاين ثابت في اتجاه زد لو بتنتشر في اتجاه واي يبقى شكل اللاين ثابت في اتجاه واي وهكذا. واضح كده يا شباب؟ هاي هاي يا شباب تمام طيب التعريف التاني حاجه اسمها ترانسميشن لاين مود. يعني ايه بقى ترانسميشن لاين مود؟ انتوا خدتوا المودز ديت السنه اللي فاتت مع الدكتور مصطفى صح؟ مش انتوا درستوا مع الدكتور مصطفى حاجه اسمها الويف بروباجيشن في البلاي في الـ في الفري سبيس او في الانجايدد سبيس صح؟ فاكرين؟ احنا فاكرين اللي خدناه بس المحتوى مش متذكرين قوي الصراحه. طيب كنا سمينا المودج ديت باسم معين كنا سميناها كده في حاله الفري سبيس لها اسم كنا سميناها حاجه اسمها تي اي ام فاكرين الاسم ده تي اي ام مود. لا ما خدناش دكتور الحاجات دي ما خدتش حاجه اسمها تي اي ام مود انا مش فاكرها بصراحه. طيب مش انت خدت الترانسفير الكترومغناطيك اه بالظبط كده بالظبط كده احنا مش انت خدت عشان الويف تنتشر في الفري سبيس عندي فري سبيس مثلا عندي اي اكس واي وزد فده اكس اهو ده محور اكس وده محور واي وده محور زد مثلا لو افترضت ان الويف بتنتشر في الاتجاه ده في اتجاه الواي مثلا اهو خلاص ده الويف بروباجيشن طيب الويف بروبيشن دي يعني الباور ماشيه في الاتجاه ده البوينتنج فيكتور في الاتجاه ده في حاجه اسمها بوينتنج فيكتور الباور ماشيه في الاتجاه ده مش اللي بيمشي الباور وجود المجال المغناطيسي ومجال كهربي اي و اتش صح مظبوط اه تمام يا دكتور تمام عشان الباور تمشي في الاتجاه ده في اتجاه هو يعني لازم الاي تكون في الاتجاه ده يكون هنا في حاجه اسمها اي اكس مركبه للمجال الكهربي في اتجاه اكس وده اي واي ده اسمها اتش واي خلاص معايا سوري قال لي ايه سوري هنا الباور في اتجاه ده في اتجاه ده تحت كده ده اتش كاميرا او خلينا اقول هنا اكس اتش واي معايا معايا شباب اه حضرتك اهو انا ليه رسمت الاتش واي تحت حد يعرف؟ تقريبا عشان اليد اليمنى او حاجه زي كده كنا بنعمل بقى معلش دي اسمها كروس برودكت دي بقى دي بس اسمها زد دي اسمها زد يعني في بدايه اتجاه زد تمام كده؟ ليه رسمت اتش زد تحت؟
زي ما تقول عشان الكروس برودكت لازم يكون الباور بتمشي في اتجاه ايه؟ من اي اي كروس اتش يدينا البروباجيشن يديك الباور صح؟ فدايما بمشي من اي لاتش اهو، فانا بمشي جاي بلف كاني بلف من اي لاتش الباور تمشي في الاتجاه بتاع واي ده. عشان الباور تمشي في اتجاه واي لازم الاي تكون في اتجاه اكس او الاتش في اتجاه سالب زد اللي تحت. الاتش في اتجاه ايه؟ سالب زد اللي تحت. تمام كده؟ معايا؟ تمام. طيب وممكن كمان يكون العكس، يكون الاتش الاي هنا في هنا مركبه اسمها اي اي زد ويكون هنا وهنا اتش اكس. ولا العكس اي اتش اي زد اتجاه تاني المفروض يبقى في اتجاه تاني. هنا نقول هنا ايه؟ اي زد تبقى في الموجب وال اتش اكس تبقى في السالب. اي زد وهنا اتش اكس صح كده؟ تمام كده يا شباب؟ يعني الاثنين دول كده هيدوا باور في الاتجاه ده والاثنين دول هيدوا باور في الاتجاه ده. خلاص؟ اذا عشان الباور تمشي في اتجاه واي لازم يكون عندي مركبه اي زد في اتجاه سالب موجب زد واتش اكس في اتجاه سالب اكس. او يكون عندي اتش اكس في الموجب مش في السالب. ان اي زد لفوق في الموجب. اسف معلش هنا. اتش اكس صح كده؟ اتجاه الباور. نعم تاني لو سمحت عشان الدور تاني هقول تاني عشان انا افترضت كده ان انا عندي في الفراغ اكس واي وزد فالباور ماشيه مثلا في اتجاه واي، فعشان في الفري سبيس الباور تمشي في اتجاه واي لازم يكون عندي في مركبه اي واتش يكون متعامدين مع بعض ويكون ما اجي اروح من اي لاك من اي لاتش. خلاص يعني لو عندي هنا اي في اتجاه اكس كانك انت بتدور بتمشي من اي للاتش. خلاص انا عاوز امثلها لكم بقاعده اليد اليمنى. فالباور تمشي في اتجاه زد في اتجاه واي. يعني لو انت رحت من اي لاكس لاتش من اي لاكس اتش زد يعني عارفين يعني ايه بقى زي ايه يا شباب كده. خلينا مثلا لو انت عندك سكرو يعني مفتاح اهو اللي هو المسمار خلاص المسمار ده عشان يمشي في الاتجاه ده كده وده بتلفه بمفك عشان يربط يعني عشان يخش في الاتجاه ده كده بتلففه ازاي؟ مش بتلففه كده صح؟ مظبوط؟ ايوه مظبوط. يعني كان لو افترضنا مثلا ده محور مثلا اكس وده محور واي عشان المسمار ده يخش لجوه كده يمشي في الاتجاه ده كده لازم تلفف من اكس لواي صح؟ تمشي من تودي من اكس لواي صح؟ ايوه تمام. ده مسمار اهو يا شباب. عشان المسمار ده يخش لجوه كده لازم تمشي من اكس لواي تلف في الاتجاه ده تلف في الاتجاه ده. طب لو عاوز اخلع المسمار امشي في الاتجاه ده يعني الف منين لفين؟ من واي لاكس. من واي لاكس كويس قوي. عندنا في الوب نفس الكلام عشان الباور تمشي في الاتجاه ده اسميه اتجاه مثلا وليكن الاتجاه اللي هو وليكن هنا الحته الاتجاه ده كده اهو لو الباور تمشي هنا لازم يكون عندي اي في اتجاه اكس والاتش في اتجاه واي عشان دايما انا بلفف من الاي للاتش بلفف من الاي للاتش لما الفف من الاي للاتش الباور تطلع المسمار ده يخش في اتجاه الباور ده كده. واضح؟ معايا؟ معايا يا شباب؟ مع حضرتك.
اذا دلوقتي نفسي اطبق الكلام ده على الووف هنا كده. لو انا جيت عندي معايا هنا الجزء ده، لو انا جيت لففت من اي ل اتش، تخيل كده ان ده فينا مسمار اهو، ولفيت من اي ل اتش، المسمار ده هيمشي كده في الاتجاه ده ولا يمشي الاتجاه العكسي؟ عاوز تخيل بس هيمشي فين؟ اتجاه الباور، اتجاه الواي، صح كده؟ ايوه مظبوط. نفس الكلام لو انا عندي برضو هنا مسمار هنا اهوت اهو هنا كده، وعاوز امشي في الاتجاه ده وده الاي، عاوز امشي من الاي للاتش لان الاي الاول اهي. لو انا فكره لفيت من الاي للاتش كده الباور هيمشي كده ولا لا؟ ايوه تمام تمام. فدي الفكره. اذا في البلين ويف، في البلين ويف او الويف اللي بتنتشر في الفري سبيس، دايما الباور مثلا بتمشي في اتجاه ويكون عمودي عليه الاي والاتش، صح؟ هي لو سمحت يا دكتور، هي الاتش اللي في الرسمه اللي تحت دي في سالب زد، صح كده؟ سالب زد. انا مسميها زد بس هي في سالب زد، يعني ارسمها تحت معناها سالب زد، والاتش ولو اللي فوق يبقى في موجب زد. تمام تمام. تمام. معلش معايا معاك كده تمام مع حضرتك. كويس. اذا دلوقتي عشان الويف تنتشر اللي احنا شايفينها قدامنا دي في اتجاه الوال، محتاج انا يا اما اي اكس و اتش زد، يا اما محتاج اي زد و اتش اكس، صح كده ولا مش صح؟ ده هتدي باور في اتجاه واي، وده هتدي باور برضو في اتجاه ايه؟ واي. في اتجاه ايه؟ واي. واي. تمام؟ تمام. تمام كده؟ تمام ولا مش تمام؟ تمام يا دكتور. كويس. الاتجاه اللي في اتجاه الانتشار اللي هو الاتجاه ده، الاتجاه ده 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 ايه اللون ده؟ ماشي. الاتجاه ده بيسموه لونجيتيودنال، اتجاه الطول اللي هو اتجاه انتشار الموجه لونجيتيودنال. والاتجاه العمودي عليه، العمودي اللي في اتجاه في اتجاه يعني اتجاه في البلين اللي هو عمود عليه، البلين ده اللي هو عمودي عليه بيسموه ترانسفيرز. اذا يا اما عندك المركبات بتاع الفيلد عندك يا اما في اتجاه الانتشار يا اما في اتجاه العمود على اتجاه الانتشار، صح؟ صح ولا مش صح؟ تمام. المركبات الاربعه دول يمثلوا كانهم في 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 في, في المستوى بتاع الترانسفيرز ولا اللونجيتيودنال؟ الاربع مركبات دول ترانسفيرز. ترانسفيرز لان الاي اكس ترانسفيرز بالظبط كده. اذا الاي اكس والاتش زد، لان اصلا ده مستوى احنا ده مستوى اكس زد اهو، ده اكس ده اكس وده زد، خلاص. والعمود عليها ده في اتجاه واي، اذا الاتجاه واي ده لونجيتودنال، ولو اتجاه زد او اتجاه اكس ده ترانسفيرز. اذا في الحاله دي كده لو انا لقيت عندي المركبات عندي اللي بتدي الانتشار في المستوى بتاع ترانسفيرز، بسمي الويف دي اسمها تي اي ام، EEM يعني ترانسفيرز الكتروماجنتيك ويف، يعني معناه الكتريك فيلد والماجنتيك فيلد مركباتهم بس موجوده في المستوى العمود على مستوى الانتشار على اتجاه الانتشار. تمام. والاي زد والاتش زد مش موجودين بصفر، يعني الاي زد والاتش زد المركبتين اللي هم في اتجاه الانتشار، سوري اللي هم واي، اسف اللي هم واي واي اللي هم واي اللي هم واي اي واي واتش واي، يعني مركبتين اللي هم في اتجاه اللي هو اللونجيتودنال قيمتهم بكام؟ صفر. بصفر. عشان كده سموا الويف دي اسمها تي اي ام ترانسفيرز الكترومغنيتيك ويف، يعني معناها ان المركبه اللي في اتجاه اللي هي الاي اللي في اتجاه الانتشار، اي في اتجاه الانتشار واتش في اتجاه الانتشار الاثنين بصفار، وسموها بلين ويف او جاي او سموها انجايدد ويف،
unguided wave لانها مش ماشيه في wave guide. طيب اما ناخد بقى الwave guide بقى هتلاقي لا هتلاقي الاربع مكونات دول موجودين وتلاقي كمان يا اما الاي واي موجوده يا اما اتش واي موجوده يا اما الاثنين موجودين. تمام كده يا شباب معايا؟ معايا الكلام ده؟ مع حضرتك يا دكتور. موجود فين؟ في الانجايدد مود. انجايدد يعني مش ماشي في ويف جايد او بيسموها بلين ويف. بيسموها بلين ويف بلين ويف او بيسموها فري سبيس. الويف ماشيه في الفري سبيس. طيب نيجي بقى في مود ثانيه اسمها تي اي مود وفي حاجه اسمها تي ام مود. هناخدهم ان شاء الله في الويف جايد. معناها ايه؟ اول حاجه في تي اي معناها ترانسفيرز الكتروماجنتيك فيلد. يعني معناها الويف الموجوده بس الالكتريك فيلد موجود ترانسفيرز مش موجود مش موجود لونجيتيودنال. يعني معناها الاي زد بصفر. الاي زد بصفر والاتش زد هي اللي موجوده. الاتش زد دي لا يساوي صفر. عشان كده شال كلمه شال الام من جنب الاي. الام دي كده اللي هي ايه؟ ان الفيلد دي بتاعتنا ترانسفيرز الكتروماجنتيك فيلد. يعني الالكتريك فيلد بس ترانسفيرز مفيش فيه لونجيتيودنال. مفيش فيه لونجيتيودنال. انما التي ام لا العكس. ان الاتش زد ترانسفيرز مفيش فيه لونجيتيودنال معناها ان هو اللي بيساوي صفر. الاتش زد بصفر. وهنا الاي زد هي اللي موجوده. هي اللي لا تساوي صفر. كده البروباجيشن مش هيبقى عمودي صح؟ لا هنا برضو البروباجيشن برضو عمودي. هنا البروباجيشن برضو في اتجاه معلش انا بس انا يعني انا دايما كنا دايما بنسميها زد. فده واي ده 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 واي يا جماعه. انا اقصد الواي يعني اللي هو اتجاه الانتشار يعني فاهمني؟ تمام. خلي ده اسمه واي. معظم كده بس بتسميه زد فعشان كده دايما بقى ايه بتلخبط واسميه زد. ده اللي هو الواي يعني. ده اللي هو اتجاه الانتشار يعني مركبات اللونجيتيودنال. يعني انا دلوقتي بتكلم على مركبات اللونجيتيودنال زي فوق كده. يعني في التي اي ام الاثنين دول بصفار. في التي اي لا ده الاي واي بس اللي بصفر. في التي ام لا ده الاتش زد اتش واي اتش واي اللي بصفر. تمام معايا كده؟ الاثنين دول موجودين في الويف جايد. مع حضرتك. الاثنين دول موجودين في الويف جايد اذا كان بقى ترانسميشن لاين بقى باي انواع من انواعه ويف جايد. ماشي كده يا شباب؟ تمام؟ تمام. إذن خلاصة الكلام إن الويف عشان تنتشر ممكن تحتاج unguided medium. فلو unguided medium هتلاقي المركبات اللي موجودة بس مركبات المستعرضة اللي هي عمودية على اتجاه الانتشار ومركبة الـ A والـ H في اتجاه الانتشار بصفار. المود ده بيسموها TEM مود. المده شكلها ايه؟ معنى المده معناها شكل يعني الديستريبيوشن بتاع الفيلد شكله عامل ازاي في الفراغ. ده معنى مود. مود معناها ديستريبيوشن بتاع الفيلد في الفراغ شكله عامل ازاي. في حاله الفري سبيس اسمه تي اي ام. طب لو الويف ماشيه جوه ويف جايد اذا كانت بقى ريكتانجولار ويف جايد سيركولار ويف جايد ترانسميشن لاين اي نوع من انواعه لا ده تلاقي ان في مركبه من مركبات الاي والاتش موجودين في اتجاه الانتشار ولها شكل معين توزيع معين. هنتكلم على الكلام ده ان شاء الله كله قدام. واضح كده يا شباب؟ تمام؟ تمام يا دكتور. اللي انتوا خدتوه بس السنه اللي فاتت الجزء اللي فوق ده اللي هو التي اي ام مود اللي كان في حاله الاي في اتجاه الانتشار والاتش في اتجاه الانتشار بصفار وكان بس المركبتين دول الاي اكس واي زد موجودين واتش زد واتش اكس موجودين. كان ممكن تكون اي اكس واتش زد بس موجودين والاثنين دول بصفار ما فيش مشكله. او الاي اس زد موجوده واي اتش اكس موجوده واي اكس واتش زد مش موجودين ماشي ما فيش مشكله برضه. فاهم؟ بس اهم حاجه الجنرال الاربعه دول موجودين والاثنين دول مش موجودين اي واي واتش واي مش موجودين. ده في التي اي ام مود. واضح كده؟ تمام يا شباب؟
معايا؟ معاك يا دكتور. الحاجة اللي بعد كده الترانسميشن لاين ريكوايرمنت، ايه بقى متطلبات اي ترانسميشن لاين عشان انقل انرجي من مكان لمكان باستخدام ترانسميشن لاين؟ هل في متطلبات للترانسميشن لاين ده؟ اه في متطلب، اربع متطلبات. اول حاجه لازم يكون حاجه اسمها should be lossless. يعني ايه كلمه lossless؟ ده اول حاجه هي lossless. يعني ايه lossless؟ عدل المفقود يعني، يعني مفيش في انرجي مفقوده صح؟ مظبوط، اللي هو السيجما بيساوي الصفر يعني. بالظبط كده. لو انا عندي مثلا سلكين بنقل فيهم انرجي جهدي مثلا او تيار، عشان انا اقلل اللوسز لازم السلك يعني الكوندكتور بتاع السلك ده يكون جود كوندكتيفيتي، يعني بيرفكت كوندكتيفيتي، ولا الكوندكتيفيتي بتاعته مش كويسه؟ بيرفكت يعني لو يفضل مثلا عندي لاين مثلا معمول من الذهب، الذهب الكوندكتيفيتي بتاعته عاليه جدا، فعشان كده اللوسز هو يعتبر اللوس يعتبر لوسلس، يعني مفيش في اي لوسز في الكوندكتيفيتي بتاعته. تمام. اذا عشان يكون لوسلس يعني ما يكونش فيه لوسز، لازم الكوندكتيفيتي بتاع الكوندكتور تكون بيرفكت. ده اول حاجه. تمام معايا كده؟ تمام يا دكتور. تاني حاجه، لو انا عندي مثلا كواكسل كيبل، كواكسل كيبل مش فيه زي بتاع الدش كده، مش فيه سلك في النص وفيه شيلد حواليه اللي هو زي ده كده، هو زي ده كده كواكسل كيبل ده صح؟ ايوه عارفين عارفين. اه مش ما بين الكوندكتور اللي في النص والخارجي ده مش في دايلكتريك؟ اه الدايلكتريك ده بقى لو مش بيرفكت دايلكتريك هيبقى برده لوس، هيجيب لوسز برده. مش بيرفكت يعني مش بيرفكت معناه ايه؟ معناه ان فيه شويه سيجما جواه، يعني هو ده المفروض يكون عازل، بس العازل ده جواه شويه سيجما، فالسيجما دي تؤدي الى لوسز. اذا عشان يكون اللاين دوت لوسلس لازم يكون اول حاجه الكوندكتور بتاعه بيرفكت كوندكتور، والدايلكتريك المعمول منه بيرفكت دايلكتريك. تمام تمام. اذا دي اول حاجه، اول متطلب من متطلبات الترانسميشن لاين. الحاجه الثانيه يكون نو راديشن، نو راديشن اند ديستورشن ليس. يعني ايه كلمه نو راديشن؟ مفيش اشعاع يعني. مش انتوا عارفين لو انت عندك سلك ماشي في تيار، السلك ده بيتولد حواليه مجال مغناطيسي، او مجال يعني مجال حواليه، مجال مغناطيسي حواليه صح؟ لو انت عندك سلك كده، السلك ده ماشي في تيار، ماشي في تيار، ايه اللي يحصل؟ مش هيتولد حواليه مجال مغناطيسي؟ ايوه تمام. مش المجال ده ممكن يؤثر على سلك تاني جنبيه ماشي في تيار تاني صح؟ فبس حاجه اسمها كروس توك او انترفيرنس. فالحاجات دي كلها بتؤدي الى راديشن، كده كده بتعمل راديشن للباور بتاعتك، الانرجي بتاعتك يحصلها راديشن. فانا عاوز انا ما يكونش في راديشن، لازم عشان اعمل كده لازم ان انا ايه، يا اما الف السلك ده بطريقه معينه زي ما اعمل اجدله على بعضه، يا اما اعمل اللي هو الكواكسل كيبل عامله عشان اقلل الراديشن بتاعه. خلاص، اذا انا بصمم السلك بتاعنا او بصنعه بطريقه معينه عشان اقلل في الراديشن. تمام. اذا دي تاني متطلب اهو، نو راديشن. تالت حاجه، حاجه اسمها ديستورشن ليس. يعني ايه بقى ديستورشن ليس؟ ايه يا شباب؟ الناس معايا؟ معاك يا دكتور. يعني ايه ديستورشن ليس؟ مفيش تشوه يعني. اقول طب جه منين التشوه ده؟ نايس. ايه الفرق ما بين اللوس يعني اللوسز والديستورشن؟ حد يعرف؟ ديستورشن بيبقى بسبب عامل موجود في الموصل نفسه، في الكوندكتور نفسه، فبيحصل ديستورشن وبيحصل تشوه في الموجه اللي عنده. طيب يعني لو انا مثلا عندي اشاره دي عباره عن سكوير ويف، سكوير ويف ماشيه كده اهي، سكوير ويف، وعاوز ابعتها انقلها على ترانسميشن لاين على سلك اهو،
ترانسميشن لاين. لو الاشاره دي كده جهدها 1 فولت قيمتها 1 فولت وشكلها سكوير ويف كده، جيت استقبلتها هنا نص فولت بنفس شكلها، دي لوسز، حصل لوسز، حصل مفاقيد في الاشاره في الجهد بتاعنا. طب لو انا استقبلتها شكلها عامل كده ديستورشن، ده اسمه ايه؟ ده اسمه ديستورشن، شكلها تشوه. طب نتيجه ايه بقى التشوه ده؟ اللي فيه موجه تانيه دخلت، تردد دخل مع الموجه فحصل دمج بينهم فتغير في الامبليتيود عن، لا مش انتوا خدتوا حاجه اسمها بتاع الموجه نفسه، انتوا خدتوا حاجه اسمها الفلور سيريز. اه يعني ايه فلور سيريز؟ يعني ايه الفلور سيريز؟ مش الفلور سيريز دي كده هي كانت تولز بستخدمها عشان احلل بيها الاشارات واجيب مكوناتها من الترددات المختلفه. يعني مثلا عندي سكور ويف اهي، ممكن احللها بالفلور سيريز واعرف فين الفاندمنتال بتساوي كام ولها قيمتها كام والهارمونكس والسكند هارمونكس. الاشاره سكور ويف دي تتكون مجموعه من الترددات كتير، صح؟ لو كنت حللتها باستخدام الفلور سيريز هتلاقي السبيكترم بتاعها باستخدام الفلور سيريز او فير ترانسفورم عباره عن مجموعه من الترددات عامله حاجه زي كده. في عندي دي سي كومبوننت وفي عندي فاندمنتال كومبوننت له قيمه وعندي الفيرست هارمونيك له قيمه وعندي السكند هارمونيك له قيمه وهكذا، ده الفريكوانسيز. فممكن الاشاره دي تكون مثلا من اربعه ترددات كده، عند الزيرو وعند الاف بتاعتها وعند 2 اف وعند 3 اف. طبعا كل ايه، كل هارمونيك له قيمه لها امبليتيود، تمام. الاشاره دي بقى اللي متكونه من اربع مركبات لو مشيت في التشانل، والتشانل ديت لها مشكله، لها حاجه اسمها ترانسفير فانكشن. لو ثابت كده معناها ان اي تردد من دول هيعدي في التشانل بنفس الجين فمش هيتاثر، يعني هيتاثر بنفس النسبه. انما لو التشانل دي لها ترانسفير فانكشن مختلف لا اي شكل كده، فتلاقي ان التردد ده اتاثر بقيمه بجين، ده اتاثر بجين تاني، ده اتاثر بجين تالت، ده اتاثر بجين رابع، فبيعمل حاجه اسمها ديستورشن للاشاره بتاعتنا. ان انا لعبت بالترددات بتاعه الاشاره بجين مختلف فبيعمل لي ديستورشن. واضح كده؟ معايا؟ يا شباب اقول تاني، لو انا عندي اشاره بتتكون ما جيت حللتها سكور ويف دي حللتها بالفلور سيريز طلعت مجموعه من الترددات المختلفه اللي هو الدي سي كومبوننت الفاندمنتال كومبوننت اسمها فريكوانسي اسمه اف وفيرست هارمونيك باثنين عند 2 اف وثيرد هارمونيك عند 3 اف. خلاص جيت انا ابص لللاين دوت لقيته له كاركترستيك شكلها عامل كده ثابته، يعني ده كاركترستيك بتاع اللاين مع الفريكوانسي. هتلاقي ان الفريكوانسي عند الصفر له جين اهو، فريكوانسي عند الاف له جين اهوت نفس الجين الاولاني، عند 2 اف نفس الجين، عند 3 اف نفس الجين. فالثلاث مركبات هيتاثروا بنفس الجين، خلاص مش هيحصل ديستورشن، هيطلع الاشاره دي زي ما هي كده، هيحصل لوسز بس. انما لو لقيت هنا عند الدي سي جين هنا مثلا وعند الفاندمنتال الجين هنا كده وعند الفيرست هارمونيك الجين مثلا وليكن هنا كده وعند الثيرد هارمونيك الجين هنا كده، فتلاقي ان الجين بتاعك مختلف، شكل الترانسفير فانكشن بتاعتك مختلف اهي، معناها اثرت على الفريكوانسيز بجين مختلف فيطلع لك الشكل اللي هو الديستورشن ده. واضح كده؟ تمام؟ معايا يا شباب ولا مش معايا؟ معقدة. الكلام ده خدتوه قبل كده ولا عارفينه ولا اول مره تسمعوه ولا ايه؟ الناس تتكلم معايا، انا مش هتكلم مع نفسي كده، مين معايا ومين مش معايا؟ مع حضرتك يا باشمهندس، هو كل اللي كنا بناخد بالنا منه ان هو داخل عليه اشاره نويز وخلاص.
يا امان. ايوه انا مش باشمهندس يا امان، انا اسمي الدكتور حسين. طيب مين تاني يتكلم؟ دكتور خدنا الحاجات دي بس بقى ما كناش فاكرين قوي يعني بصراحه بقى لنا طيب فتره. ماشي طيب تمام. الحاجه الثانيه عشان انا عندي دلوقتي السيجنال دي لها اربع مركبات صح؟ يعني كل مركبه من دول لها فريكوانسي، كل يعني لما بعت اربعه سيجنال بفريكوانسيز مختلفه اكيد كل واحد اللي الشانل دي ممكن تاثر عليه تعمل فيه ديلي، يعني تعمل الاول دي المركبه دي ديلي اربع، يعني كان اربع اشخاص ماشيين في طريق كده، فممكن نتيجه الطريق ده ان فيه يعني صعوبات او طريق وعر ولا حاجه واحد يتاخر عن الثاني او واحد يسبق الثاني، فبيؤدوا ان هم بيوصلوا عند المكان الديستنيشن بعد ازمنه مختلفه، فمعناها ده بيؤدي كمان للديستورشن. اذا الديستورشن الثاني بيجي نتيجه ان هم بيمشوا بسرعات مختلفه فبيوصلوا في ازمنه مختلفه بيحصل حاجه اسمها ديستورشن تمام. انما لو بيمشوا بنفس السرعه ماشي مش هيحصل ديستورشن. اذا الديستورشن ده نتيجه كذا حاجه في التشانل تمام. ماشي كده يا شباب؟ اذا عندنا ايوه اتفضل. لا ما فيش، بقول لك تمام بس انا تمام. اذا اول حاجه عندنا لوسلس، عرفنا يعني ايه لوسلس. لاين معناها ما فيش لوسز. نو راديشن معناها ان انا بصنعه بطريقه معينه بحيث ما يعملش راديشن للي حواليه. ثاني حاجه يكون ديستورشن ليس، ما يعملش ديستورشن. طيب الحاجه اللي بعد كده ات شود بيسبيت مينيمم انرجي ان اتش سيركت، ده برضه معناها يعني لو لوس، يعني ما بيعملش لوسز. يعني الحاجه الرابعه اللي بعد كده ده ثالثه، هي الحاجه الرابعه ان ريفلكتد انرجي فروم ذا لود شود بي از مينيمم از بوسيبل، ده رابع حاجه ان ما بيحصلش ريفلكشن عند اللود. لو انا جيت رجعت تاني كده للرسمه دي، الرسمه اللي فوق دي اهي دي، انا موصل هنا اهوت، عندي ترانسميشن لاين، عندي هنا في لود، مش ممكن انا الويب وهي ماشيه عند اللود كده يحصل هنا جزء منها يرجع. انا الويب طبعا هتخش، المفروض تخش للود، لا ده جزء منها بيرجع يحصل له ريفلكشن. ازاي اقلل الريفلكشن يا جماعه ما بين اللي جه نتيجه اللود؟ خدتوا حاجه زي كده قبل كده؟ ازاي امنع او اقلل الريفلكشن اللي بيحصل عند اللود؟ هل في شرط؟ هقولها بطريقه ثانيه، انتوا خدتوها بس اكيد ناسيين. نعمل امبيدنس ماتشنج. بالظبط كده، امبيدنس ماتشنج. مش انتوا خدتوا زمان لو انا عندي لو عندي سورس كده وعندي هنا له مقاومه اسمها ار اس وعندي هنا لود ار ال، ايه الشرط اللي لازم احققه عشان اللود ده ياخد ماكسيمم باور؟ ال تساوي اس، ار ال بتساوي ار اس. بالظبط كده، لو ار ال دي بتساوي ار اس، الار ال هتاخد ماكسيمم باور. هو ده الماتشنج. الماتشنج ان انا بحط هنا، لو انا عندي الار ال ما بتساويش ار اس، بحط هنا جوه كده ما بينهم الاثنين كده حاجه اسمها ماتشنج يونت. ماتشنج يونت عشان كانها تقول ان الار ال اللود ده شايف قدام ار اس. اذا لو انا لقيت عندي الار اس دي قيمتها ما ليكن مثلا 50 اوم والار ال دي 75 اوم، كده مش هيحصل ماكسيمم باور ترانسفير. لازم احط هنا ماتشنج يونت عشان كان اللود شايف قدامه 75 اوم ويحصل يحصل ماكسيمم باور ترانسفير. ففي الحاله دي يحصل ماتشنج، مش هيحصل ريفلكتد باور، مش هيحصل ريفلكشن. تمام كده؟ اذا
الحاجه الـ requirement اللي بعد كده ان انا يكون عندي ان reflected energy from the load فين should be as minimum as possible. طب اعملها ازاي دي؟ ان انا اعمل حاجه اسمها matching. اعمل حاجه اسمها matching ان انا اخلي اللود يشوف قدامه نفس المقاومه بتاعته. واضح كده يا شباب؟ تمام. معايا؟ تمام تمام. وهنا برضو هنا انا شرحت الكلام ده حاجه اسمها ترانسفير الكترومغنيتيك ويف اللي هي تي ام وشرحناها وقلنا الويف جايد مودز اللي احنا قلنا فيها اي زد واتش زد دول واحده فيهم موجوده خلاص. طبعا الكلام ده هنتكلم عنه بالتفصيل بعد كده. انا شرحته طبعا هنا هنتكلم عنه بعد كده بالتفصيل. الحاجه الثالثه اخر حاجه في المحاضره بقى طبعا هتاخد مننا وقت كتير طبعا ده وقت في البيزكس الاساسيه دي كده ومراجعه حاجات قديمه. عاوزين نتكلم بقى على الترانسميشن لاين ايكويشنز خلاص. ده الجزء المهم بتاعنا من هنا كده الترانسميشن لاين ايكويشنز. تخيل كده لو انت عندك اهوت. طبعا احنا زي احنا هبدا اراجع تاني. احنا بنتكلم على هاي فريكوانسي ترانسميشن لاين يعني انا مش هينفع اتعامل معاه بالسيركت ثيوري اللي احنا عارفينها. لازم اتعامل معاه كديستريبيوتد سيستم. فانا باخد اللاين ده اقسمه اقطعه كده لسكشنز كل سكشن طوله دلتا زد. يعني عشان اتعامل معاه بالسيركت ثيوري لازم اخلي طوله صغير. فما ينفعش اتعامل معاه بالسيركت ثيوري طوله كبير. لازم اقطعه حتت صغيره عشان اتعامل مع كل حته على انها سيركت ثيوري. تمام كده؟ معايا يا شباب؟ معاك يا دكتور. تمام. انا اول حاجه عندي السورس اسمه في اس وله مقاومه اسمها زد اس امبيدنس بتاع السورس وهنا اللود زد ال وده اللاين اهوت تو لاين تو واير لاين. ادي اللاين الاولاني وده اللاين الثاني وبينهم عازل ميو ابسلون سيجما. والسكشن اللي انا اخدته ده اسمه طوله دلتا زد بيبدا من هنا عند زد وينتهي عند زد زي دلتا زد. تمام. هاجي هرسمه هنا بقى اهو امسح الكلام ده كله. اذا اللاين عندي قطعته خدته منه سكشن. السكشن بقى اللي طوله دلتا زد ده اعمل له اكوفالنت سيركت عباره عن ايه؟ عباره عن مقاومه وملف كوندكتنس وكاباسيتنس خلاص. ده السكشن اللي انا خدته بطول صغير جدا اسمه دلتا زد عشان كان اتعامل معاه بايه؟ بالسيركت ثيوري. هنا عند زد وهنا عند زد زائد دلتا زد وهنا اسمه V of Z هنا موجب وسالب وجوه ده هنا اسمه موجب او سالب V of Z زائد دلتا Z. الكرنت اللي ماشي هنا اسمه I of Z الكرنت اللي ماشي هنا اسمه I of Z زائد دلتا Z والمقاومة دي اسمها R والكويل ده اسمه L وهنا اسمها كوندكتر اسمها G وهنا اسمها C خلاص. وده الحتة دي اسمها دلتا Z الطول ده اسمه دلتا Z. كده في مشكلة يا شباب؟ اذا انا عملت ايه؟ كل اللي عملته هو اللاين عندك اهو كان طويل قطعته وخدت منه الحته دي والحته دي عملت لها ايكوفالنت سيركت. ايكوفالنت سيركت يعني الحته دي كانها تمثل عندي ايه؟ تمثل بمقاومه وملف وكوندكتنس وكاباستنس. تمام. طيب انا بس معلش انا نسيت حاجه. هنا المفروض هنا ال ار في دلتا زد لان طبعا هي ايه انكريمنتال ريزيستنس وهنا ال دلتا زد سميها كده ال دلتا زد قيمتها وهنا جي دلتا زد وهنا السي دلتا زد. الار نفسها هي ريزيستنس بير يونت لينس
عشان ضربتها في دلتا زد خلاص. اذا الار دي هي ريزيستنس بير يونت لينس، ال هي اندكتنس بير يونت لينس، والجي كوندكتنس بير يونت لينس، والسي كاباسيتنس بير يونت لينس. يعني الوحده بتاع الار هي ايه؟ اوم على المتر خلاص. ونفس الكلام ال هي ايه؟ هنري على المتر، وهكذا خلاص. فانا هو ده اللي انا عملته، هو خدت ده الايكوفالنت سيركت بتاع جزء اسمه دلتا زد. في الاول هنا اسمه في او زد، وهنا اسمه في او زد زائد دلتا زد، وهنا اسمه اي او زد، وهنا ايه اي او زد زائد دلتا زد، وده الايه الار، وده ال ال، وده الجي، وده السي. ماشي كده يا شباب؟ كده في مشكله؟ معايا؟ معاك يا دكتور. انا بس اكتب حاجه ده. اهو هذا السكشن اهو الاولاني خلاص. بعد كده لو انا عندي كمان سكشن كمان احطه جنبه اهو، ولو عندي سكشن ثالث اهو. كنترول في اهو سكشن رابع، وهكذا. اذا لو انا عندي لاين ببدا اقطعه لسكشن دلتا زد دلتا زد دلتا، واحطهم جنب بعض وابدا احلل خلاص. اذا بعبر انا على اللاين الطويل دوت مجموعه من السكشنز، كل سكشن هو عباره عن دلتا زد صغيره قوي، انا ليه صغرتها كده؟ عشان اقدر احللها باستخدام السيركت ثيوري خلاص. وده سموه ديستريبيوتد سيستم، ديستريبيوتد سيستم خلاص. انا يهمني بس سكشن واحد بس، فبتدي انا عندي سكشن الاولاني ده بس اهو، ده اللي ابدا معايا احلله خلاص. طيب وزي ما قلت لك هنا الار هي تمثل السيريز ريزيستنس بير يونت لينس اوف ذا ترانسميشن لاين كوندكتور خلاص. ده نتيجه الكوندكتور يعني. يعني معناها ايه يا جماعه؟ مش هو ده الكوندكتور؟ ده الكوندكتور صح؟ وده كوندكتور، وده العازل، ده داي الكتريك، ما بينهم كده في داي الكتريك. لو الكوندكتور ده بيرفكت كوندكتور يعني السيجما بتاعته عاليه جدا، يعني هتلاقي الار بكام؟ تقريبا بصفر. بصفر يعني مفيش لوسز صح؟ مظبوط. طيب لو الدايلكتريك ده بيرفكت دايلكتريك، يعني السيجما بتاعته اللي هو دي اسمها السيجما ده اهي بصفر، لانه هو بيرفكت دايلكتريك، يعني هتلاقي ان الكوندكتنس بتاعته بكام؟ الجي بكام؟ بصفر برضه. اذا لو انا عندي اللاين بتاعنا جود كوندكتور بيرفكت كوندكتور وبيرفكت دايلكتريك، يعني معناها ان هتلاقي ان الار بصفر والجي بصفر، هتلاقي بس ان دي هتتلغي كانها سلكه، ودي كانها اوبن سيركت مش موجوده. يبقى كان الايكوفالنت سيركت بتاعت اللاين عباره عن ايه؟ كوين كاباستنس، كانه لوباس فلتر. واضح كده؟ وكويل لان اي سلك له اصلا له اندكتنس، اي سلك له اندكتنس هو مش فاي فريكوانسي. فكان انا الموديل بعمل موديلنج لللاين بتاعنا، بمثله ملف ومكثف، ملف لكل لاين لكل كوندكتور، ومكثف ما بين التو كوندكتور، كان ما بين لو التو كوندكتور المسافه بينهم قليله قوي فبيعملوا كوندكتنس. عشان كده لما اجي اعبر بقى بسميهم بقول لك ايه؟ الار دي عباره عن ايه؟ السيريز ريزيستنس بير يونت لينس اوف ذا ترانسميشن لاين كوندكتور كوندكتور. والجي هي الشنت كوندكتنس بير يونت لينس اوف ذا ميديا بتوين ذا ترانسميشن لاين كوندكتور، نتيجه الانسيرتر ليكج كارنت يعني خلاص. فاذا الجي دي هتساوي صفر لو انت عندك بيرفكت دايلكتريك، والار هتساوي صفر لو انت عندك بيرفكت كوندكتور. هيبقى بس عندك ال ال والسي، لان دي طبعا لاي لاين في ال وفي سي كايكوفالنت سيركت. انا طبعا عملت عشان ابدا احلل السيركت دي باستخدام الكيرش فولتج لو والكيرش كارنت لو. واضح كده ولا مش واضح؟
معايا شباب؟ معايا ولا مش معايا؟ معاك يا دكتور. تمام كويس. طيب نيجي بقى هنا للرسمه دي، عايزين نحللها باستخدام الكيرشوف فورشو وكيرشوف كارانتلو. اول حاجه هو الجهد في الاول ده اسمه V اوف زد وكام؟ اوف زد وايه؟ هو تي صح؟ مش الجهد والكارنت هنا بتغيره مع التي دايما لان ده ببعت ساينسودال ويف. مش ولا مش ماشي؟ لان ببعت سيجنال بتغير لها فريكوانسي فدايما الفي والاي بتغيروا مع التي. ممكن ما اكتبهمش بس هو عارف ان بتغيروا مع التي. وبتغير كمان مع الديستنس مع الزد. عشان كده بقول الفي دايما فانكشن بزد وتي. في الاول هنا في البدايه هنا في اوف زد وتي. وفي النهايه اسمها في اوف زد زائد دلتا زد وتي. وهكذا. ماشي يا شباب؟ معايا؟ تمام كويس. عاوزين بقى نكتب بقى في اللوب ده، في اللوب ده عاوزين نكتب هنا كده كيرشف فولتج لو، وعند النود دي نكتب كيرشف كارنت لو. اول حاجه كيرشف فولتج لو هقول لك انا الفي اوف زد وتي بتساوي كام؟ مش بتساوي الفولتج دروب على المقاومه دي والفولتج دروب على الكويل ده والجهد هنا صح؟ مظبوط؟ ايوه. الفولتج دروب في الار ودلتا زد بتساوي كام؟ عباره عن ار في اي، يعني كان هنا عباره عن ار دلتا زد في اي وزد وتي. يا شباب الكورس ده تقيل، الناس تركز معايا، احنا لسه في الاول والكورس طبعا يعني كله معادلات، والناس تركز لو اي حاجه فاتتكم تقول مش فاهمين. الكورس تقيل ومعادلاته كتير. تمام؟ تمام. طيب اذا الفولتج دروب على المقاومه خلاص المقاومه في التيار زائد الفولتج دروب في الملف. فاكرين لو انا عندي ملف الجهد عليه الفي ان بتساوي كام؟ الجهد على الملف ايه؟ ال دي اي باي دي تي. ال اي باي دي تي صح كده، ال دي اي باي دي تي. طب لو انا عندي مكثف الاي اللي ماشي جواه الاي سي بتساوي كام؟ الطيار اللي ماشي في المكثف ده بتساوي كام؟ سي في سي دي في سي دي في باي دي تي. تمام؟ فانا اطبق القانونين دول، فانا عارف طبعا الجهد على في الملف اهوت جبناه اهوت اسمه ال دلتا زد ده قيمه الاندكتنس في دي اي. طبعا التيار اللي ماشي هنا عباره هو نفس التيار ده اي زد وتي. دي تي زائد الجهد بقى الاخير دوت اللي هو عباره عن ايه؟ في زد دلتا زد وتي اللي هو في اوف زد زائد دلتا زد وتي. تمام كده؟ ماشي يا شباب؟ انا كده طبقت قاعده كيرشوف فولتج للجهد. تمام؟ تمام. طيب عاوزين بقى نطبق هنا اللي هو الكيرشوف كارنت لو. خلاص؟ كيرشوف كارنت لو. عند النقطة دي، عند النود دي. هقول إيه بقى؟ هقول إن I أوف زد وتي بيساوي كام؟ الكرنت اللي ماشي هنا هيتوزع يروح هنا ويروح هنا ويروح هنا ويخرج بره. إذا الكرنت عبارة عن ثلاثة كرنت. واحد دخل الكوندكتنس، واحد دخل الكاباستنس، واحد خرج لبره. I زد وتي بتساوي كام بقى؟ الكرنت اللي في المقاومة عبارة عن G دلتا زد في الجهد اللي هو في زي زائد دلتا زد وتي
لان الجي دي عباره عن كوندكتنس مش ريزيستنس، يعني كانها ايه الكوندكتنس في الجهد زائد الكرنت اللي في المكثف، هكتبه فوق معدل المكثف اهي، عباره عن السي دلتا زد دي في اوف زي زائد دلتا زد وتي على دي تي زائد الكرنت اللي خرج بقى اللي اسمه اي زي دلتا زي وتي اي زي زائد دلتا زد وتي. لحد كده في مشكله يا شباب؟ انا كده طبقت قاعده كيرشوف للجهد وقاعده كيرشوف قاعده كيرشوف للتيار، تمام؟ عايز تفسر هنا؟ تمام. طيب اللي بعد كده بقى، يعني بعد كده حاجات كلها رياضيه بقى، يعني هجيب ترم مع ترم تاني واعمل حبه حاجات كده بدل ما اكتبها تاني عشان ما ياخدش وقت. شوفها في البي دي اف اهو. لو انا جيت هنا قلت لك اعمل ايه؟ اودي الفي زي زي دلتا زي الناحيه الثانيه واقسم على دلتا زد، يعني هعاوز اجيب كده، اقول اخد الترم ده ناقص ده واقسم الطرفين على دلتا زد، هيطلع في الاخر المعادله دي، تطلع المعادله دي، المعادلتين دول. مش دي اللي احنا كتبناه؟ ولا ده مشكله؟ يا شباب اهي تمام، هو اللي احنا كتبناه بالظبط صح؟ هتودي الناحيه دي كده، تودي الاثنين دول الترمين دول للناحيه الثانيه، هتلاقي كده وكده خلاص؟ حاجة في مشكلة يا شباب؟ لا تمام كويس. لو انا افترضت بقى ان دلتا زد ديت تقول للصفر، يعني انا خليت السيجمنت خدته صغيرة جدا، فالفي زي زائد دلتا زي ناقص في اوف زد على دلتا زد تقول كانها بقى كاني بفاضل، كاني بفاضل باخد بارشل في اوف زد على بارشل زد، كان دي كلها تقول للتفاضل، بفاضل الفي بالنسبة للزد، ودي كاني بفضل الكرنت بالنسبه للزد اهو خلاص، فدي تتحول لبارشال في على بارشال زد. ليه عملتها بارشال مش دي؟ لان الفي فانكشن في زد وتي، انا بس بفضل بالنسبه للزد، ناقص ار اي وزد وتي ناقص ال بارشال اي زد وتي على دلتا تي خلاص، فيطلع المعادلتين دول. المعادلتين دول فيهم شوفوهم مشكله؟ يا شباب اولا ليه تحول له تفاضل؟ لان انا افترضت ان دلتا زد تقول له صفر، فالديفرنس ده يتحول لايه؟ تفاضل. وليه عملتها بارشال مش دي باي دي تي او باي دي باي زد؟ لان ده فانكشن في زد وتي، خلاص بفاضل تفاضل جزئي بالنسبه للزد. طيب مش احنا قلنا ان الفي اوف زي وتي هي فانكشن في الزد والتي؟ فممكن اقسم الكلام ده، لان انا عارف انها بتتغير مع التايم في صوره تايم هارمونيك في صوره اكسبوننشال، اهي انا عارف كده، انا اكتب دي، عارف ان الفي اوف زد وتي بتتغير مع زد وتي، فممكن اقسم انا اكتبها في حاجتين، يعني جزئين، ان الفولت بتتغير مع الزد والجهد بيتغير مع التايم في اوف تي. انا عارف ان الجزء ده عباره عن تايم هارمونكس، يعني الضرب مع التايم في صوره تايم هارمونيك، تايم هارمونيك معناه اكسبوننشال، يعني فممكن اكتبها بالصوره دي كده، اقول كده ان هي عباره عن بتساوي ان الجهد ممكن يتغير مع الزد وتغيره مع التايم انا عارفه هو عباره عن اي اس جي اوميجا تي. واضح كده يا جماعه ولا مش واضح؟ معايا ولا مش معايا؟
طيب تاني حاجة لو أنا عاوز أجيب بقى بارشل في اللي فوق دي of z و t المرة ده فضلها بالنسبة للزمن by partial t حد يعرف يفضلها لي يديك ايه فضل المعادلة دي جي اوميجا جي اوميجا صح كده جي اوميجا في كام بقى يو سي جي اوميجا تي دي تي في في زد اوف تي يو سي جي اوميجا تي صح صح كده اه تمام يعني طب مش دي معناها مش دي معناها الداله الاساسيه يعني في اوف زي وتي صح مظبوط كده صح كده مش صح تمام يعني معناها كده عاوز اقول لك ايه بقى ان بارشل باي بارشل تي ممكن اشيلها دايما تناظر جي اوميجا وبارشل تربيع باي بارشل تي تربيع بتساوي كام تناظر كام تناظر انا بعمل دي كام سالب اوميجا تربيع تمام يعني انت لو فضلت الجهد ده بالنسبه للزمن مره اديك ايش ممكن تشيل تفاضل الحر بدلها جي اوميجا طب لو فضلت الجهد ده بالنسبه للزمن مرتين شيل التفاضل الحر بدلها سالب اوميجا تربيع تمام يا شباب ولا مش تمام لان انا فارض ان التغير مع الزمن بصوره تايم هارمونكس في صوره اكسبوننشال اي وسي جي اوميجا تي ماشي كده واضحه ولا مش واضحه مش عارفين دي جت منين احنا دي عرفناها اهي اهو التفاضل ده كده اهو يناظر جي اوميجا وده الفي او زد وتي وهنا في او زد وتي يعني التفاضل يناظر جي اوميجا لو فضلتها كمان مره ما فاضلها تاني اديك كمان جي اوميجا جي اوميجا في جي اوميجا بسالب اوميجا تربيع اذا التفاضل مرتين بيديك سالب اوميجا تربيع معايا اه تمام يا دكتور تمام واضح كده اه واضح تمام فانا هنا اهو اجي هنا اهوت ده اللي عمله فعلا شال التفاضل ده شال التفاضل ده اهو ده اهو بالنسبه للزمن وحط بداله ايه جي اوميجا وشال التفاضل ده وحط بداله جي اوميجا وخد السالب بره اهي واضح ولا مش واضح واضح يا دكتور اي استفسار لا تمام كويس بعد كده هعمل ايه بقى انا كده وصلت هنا اي اي اكتب بس المعادلتين دول خلي المعادلتين بدل ما اكتبهم تاني اهم هذه المعادلتين دول اللي وصلت له طيب المعادلتين دول بقى هبدا استخدمهم عشان اجيب منهم حاجه فاكرين في الماكس والايكويشن في الويف بروباجيشن عشان اجيب احل المساله واطلع منها الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد كنت ببدا من ماكسيمم الايكويشن وبعد كده بجيب حاجه اسمها الويف ايكويشن وبعد كده اروح احل طبعا سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن وبعد كده اروح احلها واطلع منها الاي واطلع منها الاتش واطلع منها البارامتر بتاع الويف زي الامبيدنس والبيتا والجاما والالفا والكلام ده كله فاكرين الكلام ده يعني كنت بحل انا في الويف السنه اللي فاتت كنت ببدا من ماكسيمم الايكويشن واجيب حاجه اسمها الويف ايكويشن هي سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن واخدها احلها واطلع منها الاي والاتش وبعد كده ابدا احسب بقى البارامتر بتاع الويف زي البروبوشن كونستانت اللي هي البيتا والالفا ومساله في جاما والامبيدنس بتاعتنا اللي هي الايتا وهكذا فاكرين الكلام ده مش فاكرينه فاكرين لا معادلات كتير هنا برضو نفس الكلام هو هستخدمها اصلا في الويف جايد يعني الكلام ده كله هعيده تاني بقى بس يبقى انواع مختلفه في الترانسميشن لاين خلاص هنا برضو في الترانسميشن لاين هنا بالمحاكاه اللي هناك هو نفس الكلام انا هنا بس هنا بدل ما ابدا بالماكسيمم ايكويشن بدات انا بالكيرشوف كارنت لو وكيرشوف فولتج لو
فكده وصلت المعادلتين دول. هبدا بقى احل كان دول معادلتين ماكسويل، هبدا احلهم مع بعض عشان اطلع منهم حاجه اسمها الويف ايكويشن، وبعد كده ابدا احل الويف ايكويشن عشان اطلع منها الفولت كام والكرنت كام. فولت يناظر الاي والكرنت يناظر الاتش. فاللي عملته هنا هو نفس اللي كنت عامله لك في الويف. واضح كده معايا؟ تمام تمام. هبدا بقى بالمعادله الاولانيه ده اهي، هفاضلها بالنسبه للزد. هفاضل المعادله دي بالنسبه للطرفين بالنسبه للزد. هقول هنا بارشل تربيع بي على بارشل زد تربيع هيساوي كام؟ سالب الاول ده كونستانت ار، وسمي بقى ار زائد جي اوميجا اللي كلها سماها زد امبيدنس، وسمي جي زائد جي اوميجا سي سميها واي ادمتنس عشان ما اقعدش اكتب كتير يعني. فكانها بتساوي الزد في الاي سوري بارشل اي باي بارشل زد. هل كده في مشكله يا شباب؟ هل كده في مشكله؟ لا تمام. خلي بالك بس دي اسمها زد، دي اسمها امبيدنس، انما الزد دي امبيدنس، انما الزد هي المسافه يعني بفضل بالنسبه للمسافه. زد دي مسافه، انما زد دي اللي انا كاتبها في النص دي امبيدنس، وهنا الواي دي اسمها ادمتنس. معايا ولا مش معايا؟ ايوه مع حضرتك. تمام. هبدا بقى اشيل الدي اي باي البارشال اي باي بارشال زد دي كده، اشيل ده اهي واعوض بقى انا اهو، يعني كان ده يساوي هذا سالب زد خلاص اللي هي دي مضروبه في سالب واي، سالب واي في في. يعني كده كان انت عندك ان بارشل تربيع في على بارشل زد تربيع هيساوي زائد او سوري ناقص، لان السالب في السالب بقى ايه بزائد، ونحن هنحتلها بناقص ناقص زد في واي في بتساوي صفر. ودول كده الزد في الواي دي تمثل اللي هي الامبيدنس في الادمتنس. واضح كده يا شباب؟ في مشكله؟ المعادله دي واضحه ولا مش واضحه؟ واضحه يا دكتور. تمام. الزد في الواي دي بيسموها بقى عندنا حاجه اسمها البروباجيشن كونستانت، بيسموها جاما، بيسموها ايه؟ جاما، حاجه اسمها البروباجيشن كونستانت. اللي هي تعذر هناك في الويف برضو وكاد كان اسمها الفا وبيتا، كنا بقول عليها الفا وبيتا، الفا زائد جي بيتا، هي حاجه كومبلكس الفا زائد جي بيتا. تمام كده؟ خلاص. اذا الجاما هي عباره عن الفا زائد جي بيتا اللي هي بتمثل الزد في الواي، حاجه كومبلكس. وانا عارف ان الزد هي عباره عن الار زائد جي اوميجا ال، والواي جي زائد جي اوميجا سي، يعني عارف ان الزد دي عباره عن الار زائد جي اوميجا ال، والواي عباره عن الجي زائد جي اوميجا سي. فهو الاثنين دول كومبلكس، فيديك في الاخر حاجه كومبلكس، ففي حاجه اسمها الفا وحاجه اسمها بيتا. واضح كده ولا مش واضح؟ تمام تمام. هي الفي دي فانكشن في ايه وايه؟ زد وكام؟ وتي وتي. وهنا الفي فانكشن في زد وتي. المعادله دي بتفكركم بايه؟ مش بتفكركم بالمعادله بتاع الويف ايكويشن بتاع الالكتريك فيلد؟ مش كنا بنجيبها اللي خدتوها السنه اللي فاتت اسمها بارشل تربيع اي على بارشل لو فترت ايه مثلا دي وليكن في اتجاه زد، اي زد وتي مثلا، والمركبه اللي كانت عندنا كانت مثلا في اتجاه اكس بالنسبه لزد ناقص جاما
انا في حاجه بس غلط هنا ولا ايه؟ اه معلش اسمها جاما تربيع يا جماعه. جاما اسامي زيد فوايد جاما تربيع. اسامي زيد فوايد جاما تربيع. بس ايه الكلام بتاعنا مظبوط يعني. في جاما تربيع اي اكس زد وتي. بتساوي صفر. مش انتوا خدتوا المعادله قبل كده؟ خدتوها ولا ما خدتوهاش؟ السنه اللي فاتت اخدناها. دي اسمها الويف ايكويشن او الهولمهولتز ايكويشن. خلاص هي السكند اوردر ديفرنشال ايكويشن، وكان حلها بحلها قدرنا نجيب حاجه اسمها الاي اكس كانت بتساوي كام؟ قدرت اجيب الاي اكس كان لها جزء مركبه انسيدنت كومبوننت وجزء ريفلكتد كومبوننت. فبالمثل برضو احل برضو المعادله دي اللي اسمها الويف ايكويشن، دي معادله اسمها ويف ايكويشن، وابدا اجيب الفي بتاعتنا بتساوي كام؟ وبعدين اجيب برضو حلها واجيب معادله الاي، اجيب بقى عندنا كمان الكارت واجيب الاي بي كام. خلاص؟ واضح ولا مش واضح؟ تمام يا شباب؟ معايا؟ معاك يا دكتور. اذا دلوقتي خدت المعادلتين اللي انا وصلت لهم دول حليتهم مع بعض، فجبت حاجه اسمها الويف ايكويشن او الهولمهولتز ايكويشن دي في الفولت، وابدا بقى اجيب. وطبعا فرضت ان الزد وواي دي بتساوي جاما تربيع، يعني الجاما لوحدها بتساوي الجذر التربيع لزد في واي، والجاما دي بتساوي سوري المفروض بقى هنا ايه، بلاش نكتبها كده مش هنا كده. الجاما دي اللي هي بتساوي الفا زائد جي بي تي، الفا زائد جي بي تي. الالفا دي الاكتيفيشن كونستانت، والبيتا دي اسمها الفيز كونستانت، والجاما اسمها البروباجيشن كونستانت. الجاما نفسها ولا الجاما تربيع؟ لا الجاما نفسها اسمها الفا زائد جي بي تي. الجاما نفسها اسمها الفا زائد جي بي تي. انا فرضت هنا ان زد واي بتساوي جاما تربيع، يعني الجاما بتساوي جذر زد في واي، فالجاما نفسها بتساوي الفا زائد جي بي تي. تمام؟ تمام تمام. طيب الكلام ده هو اللي احنا كاتبينه هنا برضه هو. انا المعادلتين دول هم احلهم مع بعض اهو فضلت الاولانيه، وطبعا ممكن اعمل الكرنت نفس الكلام، بفضل الكرنت يعني عشان اجيب برضه الكرنت يعني. وفي الاخر طلع عندي ده اول معادله اهي، ودي قلنا دي عباره عن الزد ودي عباره عن الواي، الاثنين في بعض تسمى زد في واي. كنا احل برضه الواي دي بنفس بالمثل يعني، اعمل بالواي دي بالمثل كده، ما عملتهاش انا بس عملت بس الفي، اعمل دي برضو بالمثل. هيطلع في الاول المعادله الاولانيه دي كده، هي اللي احنا جبناها اهي، هي المعادله دي جايه من المعادله دي، ان انا فرضت ان الاثنين دول الزد والواي تمثل الجاما تربيع، فدي المعادله اسمها الويف ايكويشن بتاعتنا. خلاص وابدا احلها واجيب منها الفي بتساوي كام. واضح كده ولا مش واضح؟ معايا يا شباب؟ ايوه مع حضرتك. طيب عشان اجيب بقى معادله التيار، كان ممكن اجي اخد برده المعادلتين دول كده، بدل ما افضل الفي افضل المعادله الثانيه، افضلها بالنسبه للزد، اقول هنا بارشل. يعني لو انت عاوز بقى تجيب المعادله الثانيه اهي، هاجي المعادله دي افضلها بالنسبه للزد، اقول هنا بارشل اي بارشل سكوير اي باي بارشل زد تربيع، هيساوي سالب واي في بارشل في باي بارشل زد. بارشل في باي بارشل زد هنا هي هبدا اعوض بيها اهوت، يبقى هنا سالب واي في زد هيديك اي، هيديك اي. يعني بقول هنا بارشل تربيع اي باي بارشل زد تربيع ناقص زد في واي في اي هيساوي صفر. دي كده كانها تمثل جاما تربيع، يعني كانك بارشل تربيع اي على بارشل زد تربيع ناقص جاما تربيع اي بتساوي صفر. فدي المعادله الثانيه اللي مكتوبه دي. ماشي كده يا شباب؟ واضح؟
جي؟ معلش معايا؟ معاك يا دكتور. تمام تمام. الجاما هي اللي احنا قلنا هي الجذر التربيعي بتاع الزد في الواي، الزد في الواي، او ساعات بسميها الفا وبيتا. خلاص. المعادله دي، الجاما دي، المعادله دي ممكن اقدر احللها، ودي هوم ورك عليكم النهارده، هوم ورك اقدر اجيب منها المعادلتين دول. فانا عاوزكم بقى ايه، تحاولوا تحللوا المعادله دي وتوصلوا لي الفا وبيتا بالشكل ده اثبات يعني. خلاص ماشي كده؟ تمام. طيب انا هكتفي بس لحد النهارده كده، هقفل لحد هنا خلاص. وده اخر حاجه اهوت هوم ورك عليكم، ازاي نجيبنا الالفا وبيتا من المعادله دي اللي هي الجاما بتساوي الكلام ده. خلاص المره الجايه ان شاء الله نبدا بقى الحل بتاعنا ونبدا نكمل الشغل بتاعنا. تمام يا دكتور. الماده دي زي السنه اللي فاتت كده كلها بتكون مسائل بقى وكده، ولا بيكون في نظري فيها وكده ولا ايه؟ لا فيها نظري وفيها اثباتات وفيها مسائل، فيها كل حاجه، وتكون فاهم فيزيكال مينينج يعني، وفيها عملي، لازم فيها امتحان شفوي وعملي. وانا يهمني تكون انت فاهم اصلا انت بتعمل ايه يعني. المسائل ديت يعني في حد ذاتها او الاثباتات مش مهم قوي قد ما تكون انت فاهم اصلا انت بتعمل ايه. خلاص هي مهمه عشان هتحلها في الامتحان، بس يهمني تكون فاهم كل حاجه معناها ايه. تمام ماشي. تمام خلاص، وربنا يسهل ان شاء الله يعني. نحاول يعني برضو ايه نبسط الامور كده، لو في حاجه يعني ايه مش واضحه نوضحها، ولو في اثباتات طويله ولا حاجه برضو انا مش هجيبها لكم، هحاول ان انا اديكم ايه يعني حاجات تساعدكم بحيث تثبتوها يعني. خلاص بس الامتحان عباره عن نظري، اثباتات ومسائل وكل حاجه. طب حضرتك هترفع السلايد ديت على طبعا النهارده هرفع لكم السلايد، وهرفع لكم كمان اول شيت اللي احنا خدناه، وهنتكلم مع المعيدين نشوف العمل فيه ان شاء الله. تمام. طب يا دكتور بعد اذنك، كنت محتاج الكود بتاع الجروب بحيث ان انا ابعته للطلبه بتاع التيم، بحيث في ناس ما تبقاش تدخل التيم بدل ما يعملوا ريكويست وانضمام يدخلوا بالكود على طول. ومين اللي بيتكلم معايا الاول؟ مصطفى شريف. انت اللي بعت لي امبارح يا مصطفى صح؟ حاضر يا مصطفى، هبعت لك النهارده ان شاء الله. ماشي تمام يا دكتور. بس خليهم بس يعني ايه اللي يخش على طول النهارده، عشان يعني هديك الكود النهارده، هستنى يومين وارغيه تاني. ماشي. الكود بتاع دي بتاع المحاضره دي ومحاضره امبارح برضه. حاضر حاضر يا مصطفى. ماشي يا دكتور، شكرا. شكرا. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام. الريكورد بعد اذنك. انا